انا كارل ابو زيد، عمري 27 سنه، سافرت على سويسرا، كان عمري 18 سنه، درست هوسبيتاليتي مانجمنت على 4 سنين، ورجعت رحت على دبي، عشت شوي بدبي ورجعت هلا جيت على لبنان مش من زمان. انا الكبير بالبيت وخاطب صار لي 4 اشهر. انا بعائلتي كلهم انتربرينورز، يعني جدي من هو صغير سافر لبرا وفتح شرك، وكمان بحياته هو عامل كل شيء من حاله بحاله. بي هو كمان فتح شركته، سو الانتربرينورشيب سبيريت نقل من جدي لبي لإلي. اكبر افنتور عملتها بحياتي هي من كم سنه، سافرت من دبي، رحت على ساوث ايست ايجيا، وكان عندي مثل تارجت انا بدي اعمله لحالي. اخذت معي 3000 دولار وعملت سفره تقريبا 5 اشهر من ساوث اوف انديا، عملتها كلها باي لاند لماليزيا. سو قطعت بانديا ساوث تو نورث ويست تو ايست، ورجعت رحت ميانمار، عملت تايلاند، ووصلت على ماليزيا ورجعت على لبنان. ضاينت معي 5 اشهر الشغله وكلها باي لاند، يعني اوتو ستوب وتاكسيز، وكان فيها كثير صعوبات هي الشغله، لانه كنت نام محلات مانا كثير مرتبه ونظيفه وهيدا. سو along the way it was a bit hard. But it was one of the most fruitful experiences I've done انا بحياتي. انا مستعد غامر بكل شيء كرمال اقدر اوصل لمطرح ما بدي اوصل بالبزنس تبعنا. بحب اعمل انا بدي اعمله، ما بحب حدا يقول لي شو اعمل وانجبر اقدر اعمل شيء بحياتي. فشل بالنسبة لي هو وقت شخص ما بقى يكفي، يعني إذا وصل على مرحلة صعبة أو على مشكلة بالشغل أو شيء، بالنسبة لي فشل وقتها خلص إنه يوقف الشغل أو يوقف الشغلة وما يقدر يوصل على الجول تبعه. أنا شخص كثير متهور بحياتي، وهيك بيقولوا عني، يعني كانوا بالعائلة إنه حشت تهور، إذا بدي أعمل شيء بكرة وخلص بدي أعمله بروح بعمله لو شو ما كان الكونسيكونس تبعيته، بس بعرف يعني ديب داون إنسايد إنه في شيء منيح رح يطلع منه. هاي عم بيصير في جروث كثير كبير بكل شيء سمول اند ميديوم سايز اونلاين بزنسز بالعالم، بس كل هول البزنسز عم بيكون عندهم مشكله اساسيه اللي هي طريقه التوصيل تبع الاغراض اللي عم بيبيعون تبع للاند يوزر. سو مشكله التوصيل هي اذا انا اونلاين بزنس عم بوصل شيء من محل للثاني لعند اليوزر، بدي تلفن لشركه التوصيل يجوا لعندي يستلموا الاغراض بده نهار نهارين، وتيوصلوا الغرض بده نهار نهارين لعند الاند يوزر within their city. الاوبريشن كلها عم تاخذ تقريبا 2 to 3 days ليوصل الغرض لعند الاند يوزر. اذا انا individual عم ببعث شيء individual a personal thing، الاندستري تبع الكوريه اليوم is very limiting، ما بتخليك توصل exactly اللي بدك توصله من محل للتاني. اذا انا عندي مثلا documents بدي ابعتهم، في بس ابعتهم مع شركه توصيل. اذا ناسي لابتوب تشارجر محل، ما في حدا بيقدر يوصل لي اللابتوب تشارجر اللي عندي. سو مشان هيك خلقنا سكورل. سكورل هي موبايل ابلكيشن with 2 simple steps. بيكون حدا at your doorstep within 20 minutes بيستلم الباكج تبعك وبيروح بيوصله دايركتلي عند الاند يوزر. سو حطينا بقلب الابلكيشن ريل تايم تراكينج، سو يو كان تراك يور درايفر along the way، اند اتس ا هول اوبريشن اوف 1 hour. سو ذس هيلبس ذا انديفيدجوالز تو دايركتلي سند وات ايفر دي وونت، وذر اتس ا بوكي اوف فلاورز او بدي ابعت ما بعرف ا بوك تو سم ون اور ا جيفت تو سم ون، او اذا اونلاين بزنس انا وبدي ابعت شيء بقدر دايركتلي كبر الماركت تبعي وصل الاغراض لعند الاند يوزرز within 1 hour. الجلوبال كورير ماركت بالعالم بشكل 242 بليون دولار، which is a great opportunity for us، نقدر نوصل ونكبر from a country to a country. So basically نحن 5 بالتيم، 3 انجينيرز و2 كوفاوندرز، وهلا صرنا عاملين 500 deliveries almost، نصهم هن businesses ونصهم هن individuals. في عالم بعتوا flowers معنا، وفي عالم بعتوا books معنا، وفي في مثلا شخص بعت squirrel لعند امه جاب له طبخ من البيت، ومن بعد جمعه رجع tupperwares لعند امه مع squirrel. So people are using it in very creative ways. وbusinesses في عنا عالم مثلا في ستارت اب بيبيعوا pet food online، عم بيستعملونا تبعتوا البيت فود، وفي عالم مثلا في بزنسز بيبيعوا شوز بعتوا شوز معنا عند الاند يوزر. سو نحن هلا على iOS واندرويد ستور، سو اذا عندكم حالة دليفري تعملوها within بيروت بليز داونلود سكورل وجربونا. ود لاف تو هير يور فيدباك. ثانك يو.
شكرا لك كارل من سكويرل. يعني ما بفتكر في حدا ما بينسى الشارجر او التابروير. إيه؟ معاناتي انا اليوميه انا كثير بنسيهم. خلينا نسمع اراء اللجنه ونبدا مع مستر رسامني. اهم عامل هو الكلفه. كيف بتحدد الكلفه؟ وتاني شغله عجقه السير. حضرتك ذكرت 20 دقيقه وساعه. هل بامكانك بلبنان تذكر 20 دقيقه وساعه نظرا لعجقه السير الموجوده؟ معاناه الثانيه اليوميه كمان هي نحن اول شيء تبلش باول شغله اللي هي السعر. نحن عنا فورمولا على تايم وديستنس، سو حسب وين عم تبعت وقد ايه عم تبعت. عنا بيسك فير ببلش من 4 دولار، واذا عم تبعت within your city at بيروت بتطلع تقريبا بين ال 4 وال 6 دولارز يعني بير ديليفري عم تطلع عند العالم. وبالنسبه للعجقه نحن عندنا موتور بايكس، نحن ما بنستعمل سيارات. سو الموتويات اسرع بكثير من السيارات مثل ما بتعرفوا، بيقدروا يقفوا عجقه سير اتسترا. عم نقدر سو فار نوصل within 20 minutes، يعني نقدر نستلم الغرض. مستر مارون شماس، اسال سؤال لمستر رسامني. في موتويات لهونداي بيعملوا؟ اوكي، اتس ا بيج ماركت، ميبي يو شود جيت ان. سؤال لك هو شو تقديراتكم لسوق لبنان؟ How many users you will have, let's say the first year, أول سنة؟ تقريبا فوق ال 10,000 user. مستر وليد حنا تفضل. أكيد سامع بديليفرو. إيه أكيد. كويك أب. Yes sir. واحد منهم بوصل أكل على البيوت، تاني بوصل أكل وشو ما بدك، دواء، فرماشية، إتسترا. So probably أنت أقرب لكويك أب. أقرب لكويك أب. سؤالي لأنه بدنا نحط لك علامة على الابتكار، وين الابتكار؟ شو اخترعت؟ الكوريين ما اخترعناه، بس نحن اللي عم نجرب نخترع فيه هو بالباك اند الطريقه اللي عم نقدر نوصل ونخترع الواو فاكتور لعند الاند يوزر. معالي الوزير، انا سؤالي بس بالنسبه للشركات التقليديه اللي بتعمل ديليفري كوريه، انتو شو الديفرنشيتر تبعكم؟ نحن السمول اند ميديوم سايز بزنسز هو النيش تبعنا، وهول السمول اند ميديوم سايز بزنسز حسب ما اشتغلوا معنا عايزين شغله طريقه توصيل اسرع بكثير من يومين او ثلاثه تقدروا يوصلوا. هول الجاينتس اللي عم يشتغلوا بيجمعوا مثلا 20 و30 ديليفري على ذات المنطقه، بينتروا تيصيروا 20 30 وبيروحوا بيوصلون. نحن وي بيك اب اند وي دروب اوف، ما بنعمل اجريجيشن. سو السرعه اللي عم نقدر نعملها للاونلاين بزنسز، this is exactly what they need يعني تقدروا to reach a bigger audience. بالتوفيق لسكويرل ولإلك كارل. Thank you. اللي عم نخترعه نحن هو كتير كتير مهم لنخلي العالم يفكروا بالقصص المهمة بحياتهم، وما يقعدوا يعلقوا بعجقات سير ويوصلوا غراض مش لازم، مش مضطرين يوصلون إذا صار في هيك سيرفيس.